النهارده هنكلمكم عن التهاب مفصل الفك. ناس كتيره هتسال هو العلاج الطبيعي ليه دور في التهاب مفصل الفك، هو العلاج الطبيعي ليه دور في التهابات الفك والاسنان. يا جماعه، يعني ايه التهاب مفصل الفك؟ يصحى العيان يجي يفتح بقه مش قادر يفتح بقه، قبلها بيسبقها اعراض زي ان هو يحس بطرقعه، زي ان هو يحس بخشونه في المفصل، ان هو بيفتحه بصعوبه، لحد ما ممكن في مره يلاقي نفسه فعلا مش عارف ياكل، مش عارف يدخل المعلقه جوه بقه ياكل. تمام؟ العلاج الطبيعي ليه دور حلو جدا جدا وعلاج سريع وفعال في التهاب مفصل الفك. تمام؟ بنعمل ايه لما بيجي لنا عيان عنده التهاب مفصل الفك؟ اولا الحمد لله برده من الحاجات اللي نتائجها سريعه في العلاج، بيحتاج العيان من 3 ل 6 جلسات. وطبعا لازم ننوه ان كل ما بدانا العلاج بدري كل ما احتاجنا جلسات اقل. تمام؟ اول حاجه بنعملها عندنا بنعمل الموجات الصوتيه على المفصل، بنشتغل على مفصل الفك. مفصل الفك ده ليه بقى كذا اتجاه، العضله اللي هنا دي بتشتغل مع المدج، انت يا دكتوره طالعه فوق ليه؟ عشان دي من الاماكن اللي بيشتكي منها المريض. المريض هتلاقيه بيشتكي ان عنده مشكله في العضله بتاعه التمبوراليس دي، مفصل الفك من هنا، هنا في برده المندبل، عضله المندبل، كل الحاجات دي بنبدا بنشتغل عليها لحد ما بنوصل الترا ساوند على العضلات. هنا في عضله برده اسمها الاسترنوكليدوماسايد بيبقى فيها تسميع، وفي بعض الناس لشده الوجع بيبقى عندهم ريفيرال بين عند العضله اللي فوق هنا اسمها الابر فايبرز اوف ترابيزيوس، دي ممكن بننزل بالشغل لحد هنا على حسب المفصل، التهاب المفصل ده وصل لحد فين. تمام؟ من الحاجات الحديثه اللي احنا بنستخدمها برده في العلاج في التهاب المنفصل بنستخدم الليزر. بنستخدم الليزر سيرابي، الليزر سيرابي على نفس الاماكن اللي احنا اشتغلنا عليها من اول عضله التمبوراليس، وبناخد المفصل الجوينت نفسه وبعد كده لحد المندبل. لو الوجع نازل عند العضلات عامل في حاجه اسمها تسميع، وجع التسميع نازل لتحت، بنكمل بقيه الجلسه. طبعا بنعمل بروجرام معين، البروجرام ده بيبقى كمبيوترايزد في، يعني جاهز عندنا في الجهاز بتاع الليزر، نشتغل فيه على التهاب مفصل الفك. من الحاجات الحديثه اللي بنحب نشتغل بيها التهاب المفصل بيبقى حق المفصل بماده مضاده للالتهاب عن طريق جهاز، جهاز امريكي بيسموه ايون توفريس او الحقن بالتأيون. ده ما بنحقنش المفصل مباشره عشان الناس ما تقلقش وما بتخافش، النتائج بتاعته سريعه الحمد لله. يعني احنا من الناس المتميزه جدا في استخدام الحقن عن طريق جهاز التأيون. بنحقن الدواء جوه بنحقن الدواء جوه الجهاز نفسه وبنحطه على اكتر مكان فيه التهاب. هو المفصل الحمد لله النتائج هي من اول يوم بتقدر تاكل وبتقدر تستخدم الفك بتاعها، والالم بيقل بنسبه من 60 ل 70%. وبنبدا ندخل الدواء جوه الفك عن طريق الجهاز. دي طريقه من احدث طرق العلاج اللي بنستخدمها. كده الدواء بقى بدا يدخل والجهاز بيبين لنا دخل كميه قد ايه من الدواء لحد ما نطمن ان الدواء كله دخل. بعدين بنشيل الجهاز وبنبدأ اللي بعده اللي هو جهاز، ده جهاز ألماني. بنحدد البروجرام بتاعه وبنبدأ نشتغل على الألم. ده بيعمل على تنسيق العمل بين الخلايا وبيعمل حاجه اسمها نيرف بلوك، بيقفل اشارات الالم اللي رايحه للعصب.
لحد ما بنبدأ بنزود طبعا الجهاز لحد اللي هي تقدر تستحمله. ده بيقفل النيرف بلوك زي ما قلنا، بيعمل بيقفل نهايات الاعصاب بحيث ما يوصلش الم تاني للمريض، تمام. وبيعمل على ارتخاء العضلات اللي بيبقى فيها تقلص، وليه حاجه اسمها سيديتيف افكت اللي هو تاثير مسكن، تمام، من غير ما العيان يحتاج بقى ان هو ياخد ادويه ولا يحتاج ان هو يعني ولا يحتاج وقت طويل في العلاج، لان المشكله دي بتقرق العيان جدا جدا. ليه بقى؟ لانها مأثره على حاجه من الاكتيفيتيز بتاعت الديلي ليفنج اللي هو الاكل، الاكل، الشرب، فتح البق، حاجات اللي العيان او لاي بني ادم بيحتاج يعملها. بنحتاج من 3 لـ6 جلسات علشان العيان يتحسن. طبعا دي من احدث طرق العلاج، استخدام الاجهزه دي في علاج التهاب مفصل الفك. نتمنى ان شاء الله نكون خدناكم النهارده.